صباح الخير من MTV Alive. صباح الخير مشاهدينا عبر شاشة الـ MTV، منحييكم وين ما كنتوا عم بتتابعونا، ومنرحب فيكم بعدد جديد من مجلتنا الغنية MTV Alive. مواضيعنا اليوم معظمها من وحي أسبوع الآلام وزمن الصوم، تحضيراً لعيد الفصح المجيد وأيامة السيد المسيح، السيد المسيح اللي علم البشر المعنى الحقيقي المعنى الحقيقي للمحبة والتضحية والتسامح. للأسف اللي عم نشوفه واللي عم نعيشه اليوم من حروب وإرهاب ووحشية وخلافات بعاد كتير عن تعاليم السيد المسيح، وتلقائياً بنسأل نفسنا وين راحت هالقيم ووين راحت هالمبادئ. زمن الصوم هو زمن المحبة، التسامح والغفران، وكيف ممكن نعيش أسبوع الألام من دون ما نشعر بألام وعذاب الآخرين. اليوم بحلقتنا رح نحاول نذكركم بأهمية هالمواضيع مشاهدينا، مع أشخاص حولوا الألم لأمل، قصصهم هي عبرة لإلنا. وكمان بحلقتنا رح نستقبل أشخاص بموهبتهم وبأصواتهم ببلسموا جروحنا وبنسونا ألمنا وعذابنا وبيرفعونا نحو الصلاة. رح نستقبل الفنانة باسكال سقر وكمان الفنانة أمال تومب، رح يخبرونا عن آخر أعمالهم ورح يقدموا لنا عدد من أجمل الترانيم والتراتيل الدينية. وكمان الفنان أدوين لطوف رح يكون ضيفنا، رح يخبرنا عن حفل مميز رح يشارك فيه بعود ريعه لجمعية بسمة الخيرية. اسمحوا لي ببداية حلقتنا رحب بزملائي اللي رح يرفقوني، ستيفاني وإلي. صباح الخير. صباح النور. كيفكن اليوم؟ كتير منيح. حلو كتير اللوك اليوم ستيفاني. Thank you. مغيرة اليوم فستان. فستان اليوم. ولكن من واحد أسبوع الألم. إلي اليوم صح. عندك شيء مميز خبرنا عنه؟ بالتكنولوجي عم لاحظ إنه الترند هيك عم ترجع، عم بياخذوا قصص ريترو نوعا ما ويطوروها لنرجع نستعملها. هلا ريترو بالتياب والأزياء. بعالم تكنولوجي كمان. كمان. Friendly. حلو، لكن ناطرين التفاصيل عندك. ستيف شو حابب تخبرينا؟ اليوم بإيت سمارت مع رندا فهد بدنا نحكي عن المعمول والبيض، بيض العيد أكيد، لنشوف قد ايه فينا ناكل، كم كالوري اتسيتيرا. وكمان اليوم عندنا بواتس كوكينج دلال كنج ووصفات جديد مع ماجي. مع ماجي، لكن حلقه منوعه مثل ما عودنا المشاهدين، واكيد اخبار من لبنان والعالم ضمن اب تو ديت. بدي انا وياكي بعد هالوقفه القصيره، خليكم برفقتنا مشاهدينا. صباح الخير مرة جديدة وتحياتنا لكم مشاهدينا إذا انضميتوا إلنا هلأ. أولى فقراتنا هي up to date وأخبار من لبنان والعالم. أول خبر من وحي أسبوع الألام وتحديداً الجمعة العظيمة، درب الصليب نهار الجمعة العظيمة بضيعة مجدلون البقاع. كل سنة مثل هالوقت مشاهدينا وبرعاية الأب الياس مارون غاريوس، ضيعة مجدلون اللي بتبعد حوالي 5 دقائق عن مدينة بعلبك بتشهد من نهار الأربعاء يعني اليوم لنهار أحد احتفالات تقليدية بمناسبة الجمعة العظيمة وعيد الفصح المجيد. بدءا من 4 أيوب اليوم تبريك الزيت لخميس الأسرار وصولا لنهار الجمعة اللي بيتم فيه مرافقة يسوع المسيح على درب الجلجلة بمسيرة مدتها 2 ساعة من الوقت على مسافة 3 كيلومتر، تنطلق من ساحة كنيسة سيدة النجاة مكان الحكم على المسيح وصولا للجلجلة اللي بتوقع على تلة بقلب سهل مجدلون. هالمسيرة اللي بتجسد كل مراحل عذابات المسيح واللي بتخلينا نعيش هالاختبار بجميع تفاصيله الجسدية والروحية، كمان بتقوم بدور أمنا مريم العذراء المرنمة جمانة مدور وبدور السيد المسيح جوزيف فريم. خلينا نشوف مشاهدينا هالفيديو سوا اللي بيستعرض لقطات من هالنهار والحدث المميز. وما من يعزيها فليكن ما تبنيكين
منذكركم المشاهدين أنه موعد انطلاق المسيرة هو نهار الجمعة الساعة 5 بعد الظهر بضيعة مجدلون البقاع. وللمزيد من المعلومات أو التفاصيل نعطيكم رقم 71058150. تعيين ملالا سفيرة للأمم المتحدة. عين الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس الباكستانية ملالا يوسفزاي الحائزة على جائزة نوبل للسلام سفيرة للأمم المتحدة للسلام لتشجيع تعليم الفتيات، وذلك بعد مرور أكثر من 4 سنوات على نجاتها من إطلاق نار على رأسها سنة 2012 من قبل مسلح من طالبان. ملالا يلي بيبلغ عمرها 19 سنة هي أصغر سفيرة للسلام، وهيدا هو أهم تكريم بتمنحه الأمم المتحدة لفترة بتستمر سنتين. وأصبحت ملالا أصغر شخص بيحصل على جائزة نوبل للسلام سنة 2014 لما كان عمرها 17 سنة. وبتعيش ملالا حاليا ببريطانيا حيث تلقت علاج طبي بعد إطلاق النار عليها، وقالت إنها لما بتنهي دراستها الثانوية بتحب تدرس الفلسفة والعلوم السياسية والاقتصاد. حلو، مبروك لملالا، واكيد بتستاهل هالمنصب ومناصب كثير غيرها العلاقه بالانسانيه والعطاء، ويمكن من اكثر الاشخاص اللي بيعرفوا معنى الحقيقي للعذاب والالم. صح، فمنهنيه من كل قلبنا. بلبنان ستيفاني يوغا، بتحبي اليوغا؟ بحب. انا امبارح كان اول لسن تجربة مع اليوغا وكان شيء رائع، مع انه حسيت حالي مفشكله، قلبت شيء 10 مرات، ولكن بتريح الاعصاب. تفاجأت بتتعلمي تتنفسي. صحيح، وتهذيب هو بالنهايه. صح، وهيدا الهدف اللي كان عندهم اياه لما استخدموا اليوغا كوسيله لتهذيب سلوك السجناء بسجن روميه بلبنان. عشرات السجناء بيدخلوا حبس تطوع ذاتي بياخذهم من واقعهم المرير حتى يتعلموا اصول الانضباط الروحي القائم على رياضة اليوغا. المدرب الشاب بشير عم بيعيش معهم من حوالي سنة ونص تقريبا مغامرة إنسانية وطموحة بتتمحور على تعليمهم اليوغا حتى يحصلوا على حياة روحية أكثر. وهنا عم نشوف لقطات. بيتعاون المدرب بعمل التطوعي مع جمعيات خيرية لبنانية عم تشتغل على تحسين أوضاع السجناء بلبنان من خلال توجيههم نحو مختلف الممارسات الفنية كالتمثيل المسرحي أمام جمهور صغير والتأليف القصص حتى يحكوا قصصهم الشخصية والأسباب اللي وصلتهم للسجن كنوع من العلاج مثل البسيكولوجي. نعرف قد ايه اشتغلت الفنانه زينه دكاش على هالموضوع مع عدد من الاعمال المسرحيه المميزه مع السجناء بعدد من السجون. هلا صف اليوغا كان من الصفوف الاسبوعيه الاجباريه للسجناء، يعني ما كان عندهم خيار، ولكن تفاجأ المدرب بشير انه صار في طلب اكثر من قبل السجناء حتى يشاركوا بهالصف. ومع نجاح صف اليوغا الاسبوعي سلمت اداره السجن المدرب المبنى المخصص للمصابين بالامراض العقليه حتى هن كمان يندمجوا باليوغا او يدمجوا اليوغا بحياتهم، يحصلوا على حياه روحيه اكثر. وبقول عن هالتجربه المدرب العمل مع السجناء اللي يمكن بيعانوا من امراض عقليه كان وكانه عم بيتعامل مع اطفال صغار، ولكن عندهم طاقه جسديه كثير كبيره، فاضطر يتعامل معهم بدقه كبيره، ولكن النتيجه كانت كثير ايجابيه. وبيقول انه السجناء اللي بيمارسوا اليوغا معه بانتظام من عام ونص لغايه اليوم تغيروا نحو الافضل، تحسنت حياتهم، صار عندهم احترام اكثر للوقت، وصار عندهم تقدير اكثر اذا بدك لكل حياتهم من كل النواحي. فتجربه ناجحه منهنيهم عليها، وان شاء الله هيك تتعمم عن كل الشعب اللبناني لانه بيستفيدوا منها كمان. اكيد. بتخافي من العلو؟ حسب قد ايه. هلا بدي اخبرك، هلا بدنا نشوف بعد شوي الفيديو، مش هلا. خصصت احدى الشقق الفاخره بمدينه هيوستن بولايه تكساس الامريكيه لرواده حوض سباحه خارجي مصنوع من الازاز. ووفق ما اظهرته صور وفيديوهات فان المسبح المعروف بسكاي بول هو معمول من ارضيه مصنوعه من الزجاج. واو. وبيوقع بالطابق 42 من ماركت سكوير تاور وبيرتفع 150 متر عن سطح الارض، وهو بذلك بخلي الشخص يستمتع. خلينا نشوف الفيديو برؤيه مشاهد بتحبس الانفاس، وراح يعيشوا السباحون لحظات من الرعب
فلهالسبب هالحوض مش مخصص لاصحاب القلوب الضعيفه، خاصه يلي بيخافوا من الاماكن المرتفعه. ليكي فكرة مجنونة ستيفاني، مش معقول. عندك الجرأة تجربي هيك شيء؟ ما بعرف إذا بكون هونيك إذا بجرب هالإكسبيرينس. هلا الأحلى إذا الشخص بيخاف من السباحة ومن العلو. هون بتكمل معه بهالتجربة، ولكن أنا بقول لك أكيد ما عندي الجرأة إنه أجرب هيك شيء. ما بعرف ليه عندهم روح المغامرة بركي. ارتكي بركي بتغيري رأيك بس تكوني هونيك. طب سألتيني إذا بخاف من العلو، بتخافي من حيوانات معينة؟ جمل مثلا او النعامه؟ لا. اذا هجموا على سيارتك ودخلوا راسهم من الشباك؟ يمكن. هيك صار مع سايحه امريكيه هي واصحابها، هي وعم تتجول بامريكا، جمل بيهاجم سياره سواح وبيسرق اكلهم. اظهر فيديو للحظات مثيره عاشوها مجموعه من السواح برحله سفاري بامريكا. نشرت الامريكيه كاريرا باول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي يوتيوب، تظهر فيه هي واصدقائها عم يتجولوا بمحميه طبيعيه وشبابيك سيارتها مفتوحة، وفجأة بيلتقوا بجمل ونعامة وبدخل راسه جمل من السيارة وبيسرق لهم كيس فيه أكل. بلشوا يصرخوا أكيد ردة فعلهم الأولية، وما قدروا يتملكوا أعصابهم، خاصة أنه نعامة كمان جرب يتعمل نفس الشيء، دخلت كمان راسها ما تعذب وفتح الكيس. نعم جربت تعمل نفس الشيء ولكن ما لحقت لانه سكر الشباك بسرعه. غش ضحك. ان شاء الله يكون مفرشة اسنانه بس. عم تحلمي اكيد. رح نشوف سوا بعد هالفيديو صوره اليوم من وادي قديشة. والطقس غائم جزئيا مع حراره مرتفعه اليوم. هيدي اخبارنا لليوم مشاهدينا بي اب تو ديت. تفاصيل اكثر عن الريترو اللي خبرنا عليه الي بي تكنولوجي مباشره.